الله الرحمن الرحيم. عندما كنت صغيرا ركنت سيارتك في مطبخها، كانت تبتسم وتقول لك: بني حبيبي أنت، وأنت كبير الآن، هل سألت نفسك أين ركنت قلبك؟ في عملك أو عند زوجتك أو عند أولادك؟ خذ سيارتك أو امشي على قدميك واذهب إليها واركن قلبك في قلبها، فإن رتبة العظماء تمشي من تحت قدميها. ادخل إلى دارها واحمل البسمة، قل لها: أماه إني بأفضل حال، وإذا فقدتها اذهب إلى قبرها، فإن قبرها لا يرد الله به داع دعاه، وحق الله عليك إنها الجنة بفردوسها. والحمد لله رب العالمين.